زي ما شفت حضراتكم، ده كان جزء يعني من رد فعل الناس في المواصلات العامة في المترو، الكلام ده كان في مصر يعني. فدائما تتحول المحنه الى منحه حينما يتم التطاول على النبي، هكذا يعني على مدار كل الاحداث التي مرت من ايام شارل ابدو. طيب خليني ارحب في الفقره دي بالداعي الاسلامي الكبير، وهو يعني من الناس الذين نثق فيهم وفي دينهم، الدكتور سيد الباهي، وهو متخصص في الفقه المقارن. دعوني ارحب به، اهلا ومرحبا بك دكتور اهلا سيد. بك استاذ، ربنا يحفظك ويبارك فيك. نورتنا في هذه الليله المحمديه الله يعني في الطريق يعزك، الله التالي. يعزك ويبارك فيك ويحفظك ويحفظ امه محمد اجمعين ان شاء الله. اللهم امين. يعني البعض يرى ان هذه المحنه بتتحول الى منحه في كل مره يتم التطاول فيها على النبي. نعم. اين انت من هذه الروايه ومدى يعني دقتها؟ انا مع هذه الروايه، وانا اعتقد ويقيني انها اثاره للغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ينسى المسلمون نبيهم فيشعل الله عز وجل نار الغيرة في قلوبهم بذكر الإساءة لمحمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. فنحن لا نتذكر النبي يعني قليلا ما إلا بعض الناس يعني فضل الله إلا من رحم ربنا في إحياء السنة، في إحياء منهج النبي، في إحياء ما جاء به النبي، في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يتغاضى الناس عن هذا الكيان المحمدي الذي بعث نذيرا وبشيرا ومهيمنا على الكون برسالته وبأخلاقه ومبادئه، وانتشر في الناس هذا السلوك الذي يعني يائس الناس من تداوله عبر الشاشات والنت والإنترنت، يصاروا هنا عايزين نحيي القلوب بإيه؟ يطلع واحد مأمور من الله جل وعلا. الله على الكلمة دي. والله مأمور، والله العظيم بأمر الله عز وجل. لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إن الله يدافع عن الذين أمنوا. أفمن باب أولى أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله قد ذكر جل وعلا إن الله يدافع عن الذين أمنوا، فحينما يدافع عن رسوله كما دافع عن عرض نبيه حينما استطال عليه عبد الله بن أبي بن سلول في عرض السيدة عائشة، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ملاذا إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فلولا نزول الوحي ما كانت براءة عائشة، سيدنا الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، لا تحسبوه إيه؟ شرا لكم، بل هو خير لكم. إذا هذه منحة وليست محنة. سبحان الله. كي نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البعض أيضا يقول أن من يسيء للنبي يجب أن يكون الردع هو سيد الموقف، لدرجة أن البعض قال لابد من قتل من يسيء للنبي. فأين الإسلام من هذه المقولة؟ لا، هذا كلام مخالف لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا هورد لك بحديث، احنا اتفقنا احنا نتكلم بدلائل مش هنتكلم على الهوى كده. تمام. في حديث المقداد ابن الأسود والذي رواه النووي في شرحه على شرط مسلم، وانا بقول التركيز عشان بالزبط. كله يرجع عشان يرجع للعايز ياسين فقه بقى. تمام. فنتكلم لان يعني في ناس فعلا في المقابل بتقول ده يقتل وان يستتاب. جاء المقداد ابن الاسود وقال يا رسول الله ارايت ان رايت كافرا فقاتلني، يعني احنا ماشيين كده فايه اتحكي بيا بكلمه قاتلني، مش مسك سيفه ايه وقال له هقتلك، لا قاتلني يعني بيتحرض بي او بيتحرش بي كما تحرش البعض برسول الله الان، فتسير الغيره فيقول لك اقتلوا احتك بلغتنا. فلما قتلته قطع احدى يدي بسيفه ثم لاز مني بشجره، يبقى احتكه واضر. ثم قال اسلمت لله. يعني ايه اسلمت لله؟ يعني هو بيوضح منهجه ان انا ايه، يعني انا مسالم اهو رغم انه قطع ايده. افاقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله قد قطع احدى يداي وكافر مش مسلم؟ قال لا. قال يا رسول الله ما قالها الا عصمه مني، ده قالها عشان تعصبه الكلمه. قال يا مقداد ان قتلته فانت بمثابتي قبل ان يقول لا اله الا الله، يعني كافر. على غرار حديث علي بن ابي طالب، الحديث اللي هو اشققت عن قلبه. اشققت يعني عن قلبه. نعم. انت مالكش دعوه، ما امرت ان ايه ان اخذ بواطي ناس، لكن اخذ بظواهر الايه يعني. اذا رايتم الصحابي حينما اسلم فقال له النبي اشققت عن قلبه، اشققت عن قلبه صلى الله عليه وسلم. فهنا الفكره كلها ان احنا من يامر بالقتل
ذاك هو التطرف الذي ينادي به بعض المتشددين الذين خرجوا على الناس بفكر لا يطابق فكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا هقول النهاردة النبي هو عايش اتسب ولا ما اتسبش كتير؟ حلو. واتهم. لماذا لم يقل النبي اقتلوا لعني واقتلوا شاتمي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتطرد من بيته. النبي صلى الله عليه وسلم جزعت أنفه وكسرت رباعيته وأدخل في حلقتي المغفر في وجنتي، وطرد النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، ولما عاد إلى مكة قال ذهبوا فأنتم مطلقون. بالضبط كده. شوف صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي الفكرة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع هذا المنهج ولا الصحابة قتلوا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عبد الله بن أبي بن سلول هل لما خاض في عرض النبي في بعد الخطف العرض عليه لعنة الله عليه لعنة الله عليه من الله ما يستحق إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله سليم وخاض في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن التي خاض فيها؟ عائشة الطهر الطهور يعني سيدة نساء العالمين سبحان الله. طيب البعض غالى ووصل لحد يقتل من سب النبي حتى وإنه استتاب، وقالوا من يسب الله ثم يتوب تقبل توبته. نعم. أما من يسب النبي ويتوب لا تقبل توبته. من أين يأتون بهذه؟ أين الأدلة الشرعية التي يستندون عليها؟ لا دليل شرعي. هذا كلام بالعقل وليس بالمنهج وليس بالنقل، كلامهم بالعقل وليس بالنقل. وهذا من سبيل الابتداع وليس من سبيل الاتباع. حلو جدا الفرق بين الابتداع والاتباع. الاتباع وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يقر أبدا قتل إنسان بكلمة. طيب نيجي نجيب بقى شاهد من القرآن. تفضل. يقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله لا بالحق وما حددش بقى إيه مسلم ولا كافر ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئ. يعني بعد ما أشرك وقتل وزنى أنا ماليش حكم إن أنا أقتله، أنا ماليش حكم إن أنا أكفره، أنا ماليش، لأن ربنا في الآخر ده كفؤه. الله أكبر، كفؤه بأنه بدل بتوبتي السيئات إلى حسنات. فإذا كان الجرم هذا يبدل لحسنة فأنا أكون ضعيف أمام قراره. أنا بقول لك يقتل أو لا يستتاب، كان ربنا قال بالظبط يبدل سيئات وحسنات. أنا بقى هأقيم عليه ده مش يغفر لي بس ما لم يقمه الله. بالظبط، يعني لا يغفر لي فقط، ده ربنا قال لك لا ده انا مش هغفر له فقط، ده انا هبدله سيئة. ولذلك لما سئل عمر أأنت افضل ام ابي بكر؟ قال ابو بكر افضل مني ولكني اكثر منه حسنات. قالوا كيف والافضليه تكون بالحسنات؟ قال اما ابو بكر فقد كان سابق العهد بالاسلام بالضبط وانا تاخرت بالاسلام فكنت كثير السيئات، فلما اسلمت انزل الله قوله عز وجل الا من تاب وامن فكنت اكثر منه حسنات. ذكاء في الرد، هكذا تكون ذكاء، يعني الفطره في الرد. وعبقريه عمر كانت تسبق دائما بفراسه عمر في اقناع الاخرين. فانا عايز اقول لا يجوز الحكم بمستند الراي ولكن بمستند من القران والسنه. طب انا عايز اقول لحضرتك بمناسبه وما ارسلناك، وهنا بقى اسمح لي يعني استغل حضرتك ووجود حضرتك معايا وانت يعني من الخبراء في العلاج بالقران ومجال العالم الاخر بفضل الله عز وجل، وهذا العالم يعني محط انظار العديد. لا احنا لينا حلقات انا وانت، ده انا هنوه ان حضرتك ان شاء الله معانا في قناه صح وجمال بدايه من السبت القادم ان شاء الله باذن الله من مساء هيكون معانا فضيله الدكتور سيد الباهي في حلقاته الماتعه. ادعو كل المشاهدين لمتابعه هذا البرنامج ان شاء الله عز وجل. بمناسبة وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، من هم العالمين يا دكتور؟ الجن والإنس. أيوة الجن والإنس. طيب يعني الجن والإنس، الجن والإنس. لأنه عالم وعالم يبقى عالمين. العالمين بالظبط. نعم نعم. طيب بمناسبة عالم الجن بقى، نعم، هناك من ينكر عالم الجن من البداية. نعم. ويقول أن دي أوهام وأن احنا عايشين في تخلف والأمة دي متخلفة طالما أنها يعني بترهن حياتها على وجود ما يسميه هو بشيء خفي. نعم. ماذا ترد على هؤلاء؟ يعني أرد أن الأمر إذا كان القرآن يعني تكلم فيه تفصيلا وحدد يعني هيئة سورة كاملة مش آية، سورة كاملة، سورة كاملة الجن. اسمها الجن. ثم جن. تنوع القرآن في استخدام كلمة السحر وكلمة آيات وكلمة الحسد وكلمة النفس اللي من شر النفاثات في العقد
وكأن القرآن يرسم صورا لما يحدث الآن في 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 حياة البشر، ولكن هناك بعض العقول التي تستطرد وتريد أن تنقل النصوص عن حقيقتها، كما تكلم فضيلة الدكتور عبد الله قبلنا طبعا، وتكلم عن إلغاء النص. يعني المفروض أن يكون هناك تجديد للخطاب الدين أو تجديد للمعلومة بدليل شرعي، ويجب أن يفسر القرآن بالقرآن، وأن ويشرح القرآن بالسنة، يشرح القرآن بالسنة. فالعالم الخفي عالم يعني مدرج في الكتاب والسنة ثابت تفصيلا وثابت، ولا ينكره إلا جاحد. إن كان جاحدا لكتاب الله فقد كفر، والكفر هنا مش كفر ملة، كفر عقيدة. وإحنا عندنا الكفر كفرين، كفر عقيدة وكفر ملة. كفر العقيدة أن أنت تقول لا ده مش صحيح، لا أصحح لك بين العقيدة، أقول لك لا بدليل القرآن والسنة. أما كفر الملة خروج الخروج بقى من الإسلام من الدين بالكلية. سليم؟ فهي العقيدة المتوارثة في القرآن والسنة أن العالم الخفي ثابت، وتكلم فيه الله تبارك وتعالى، وأنسب له سورة اسمها سورة الجن، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه باستفاضة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم وارد في السنة أنه سحر من رجل يدعى لبيد بن عاصم اليهودي في مشتر ومشاطة في بئر زي أروان بين مكة والمدينة، والحديث مستمر هنشرحه مع بعض إن شاء الله جل وعلا. وكيف أن النبي سحر لم يسحر ضعفا ولا نقصا في ذات رسول الله، ولكن مدرسة الحبيب محمد لكي نتعلم ما هو السحر وكيف نتعلم علاج السحر. ده طبعا يعني هننهل بقى من هذا العلم بإذن الله تعالى. وحتى في أيام سيدنا موسى والآية الخاصة سيدنا موسى، يعني لما أتوا بسحر عظيم، اللي هم واسترهبوهم وخيل إليهم من حبال معصيهم، ألا يدل ذلك أيضا على وجود السحر؟ حضرتك القرآن لا يحتاج في هذا المجال إلى شرح وتوضيح، لكن يحتاج إلى إيمان ويقين، لأن كلام الله حق. ولذلك إحنا في ناس كثيرة جدا جدا أصيبت بهذا الأمر وكانت يعني بترفضه تماما، فلما أصيبت الحقنا شيخنا الحسن أنا عندي حاجات مش مفهومة. سبحان الملك. فالله تبارك وتعالى له أن يختبر عباده بما شاء وكيف شاء، ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طيب يبقى إذن الشياطين لها تلاوة كتلاوة القرآن. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. طيب التلاوة لا يبطلها إلا تلاوة. تلاوة الشيطان لا يبطلها إلا تلاوة القرآن. خلاص. تمام. ولكن إذا لم يحضر اليقين في قلب المعالج والمريض لن يتحقق هذا الأمر. صحيح. في العالم الخفي اليقين مهمة جدا، يقين المعالج بأن هذه الآية لها وقع ولها تأثير على قلب المريض فيبرأ. الرجل الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخي يشكي بطنه، قال اسقي عسل. صحيح. قال له ما زاده إلا استطلاق، قال له صدق الله وكذب بطن أخيك. في الآخر قال له إيه؟ قال له اسقي عسل. اسقي عسل في الربيعة برأ. لما تحقق اليقين في الربيعة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يلزمك بالأمر ثلاثا لازم يبقى عندك يقين، ده كلام النبي. فثبت يقينه في المرة الرابعة فبرأ بفضل، فقال صدق الله وكذب بطن أخيه. هنا بقى بنقول بقى الراجل بيقول أنا أو الست بتقول أنا بلف على المشايخ كلهم ما حصلش شفاء، بل بالعكس نقول لها راجع يقينك بالله جل وعلا، لأن وإذا مرضت فهو يشفي. وما الشيخ والمعالج إلا سبب من الأسباب زي الدكتور بالظبط. طيب البعض أيضا في الأونة الأخيرة بدأ يظهر مصطلح اسمه النورانيون. نعم. من هم النورانيون يا دكتور؟ هل هم بشر؟ نوع من أنواع البشر؟ هم جن؟ نعم. أم يمكن أن يكونوا من الملائكة؟ يعني من هم النورانيون؟ الملائكة، لأن الملائكة خلقت من النور، والجن خلق من النار، والإنس خلق من الطين. فأي شيء نوراني ينسب إلى الملائكة، ولكن شتان ما بين ملائكة السماء وملائكة الأرض. لله ملائكة سياحين في الأرض يبتغون أقواما يذكرون الله. مصطلح جديد ده؟ مصطلح جديد طبعا، والناس لازم أن تعرفوا أن لا اسمح لي أصحح الناس معايا بعد إذنك. أصحح الناس مع بعض. عزيزي المشاهد، عزيزاتي المشاهدة، أنصتوا إلى ما قاله دكتور سيد الباهي الآن. أن هناك ملائكة أرضيين أو أرضيون. نعم. فضل دكتور. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبتغون أقواما يذكرون الله، يبقى هنا بغية هذه الملائكة. وما من موضع قدم في الأرض لو كشف الله الحجاب عن البصر ما رأينا إلا تزاحما للملائكة، نور يمشي على الأرض، طعامهم الذكر، شرابهم الذكر، لا ينامون لا يجلسون، هم جلسي أهل الذكر وأهل الحمد وأهل التسبيح. فإذا رأوهم يعني فرقة تمشي شمالا وفرقة تمشي يمينا وفرقة تجوب يسارا وفرقة في الجنوب، فإذا رأوهم تناجوا يعني ندوا بعض على بعض، هلموا إلى بغيتكم لإن الطلب بتاعكم، وكأنما يبحثون عن مصدر رزق لهم. سبحان الملك. فرزقهم الذكر،
هلموا الى بغيتكم فينهلون على المجلس. بلغه بسيطه جبرت تعالوا، جبرت يعني تعال بلغه بسيطه يعني اسمح لي بفضل الله جل وعلا قياسا زي كلامنا كده جبرت فيجتمعون في هذا المكان وفي هذا المجلس، ولا يشترط ان يكون مسجدا، ربما بيت يجتمعوا فيه بضع من الناس يذكرون الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما هم كذلك فتلتف حولهم الملائكة في دائرة ويضرب بينهم بعمود من النور ما بين السماء والأرض، اللي هي اتصال بقى نور الأرض بنور السماء. كان دي معلومة لأول مرة، لأن احنا معلوماتنا ومعلومات ناس كتير أن الملائكة في السماء. نعم. إنما حضرتك بتقول أن هؤلاء الملائكة أرضيين أو نعم. أرضيون. أرضيون يعني. نعم. طب ناس كتير بيحصل معاهم حاجات غريبة دكتور سيد. نعم. وبيربطوها بالعالم الآخر اللي حضرتك متخصص فيه. نعم. يقول لك أنا كنت بعمل عمرة، شفت جار ليا بيطوف في الكعبة. نعم. بكلمه قال أنا في مصر ما اتحركتش. نعم. هذه حقيقة. تفسير ده إيه؟ تفسيره من الأزهر، مالك بن دينار، والقصة معروفة لمشايخنا في الأزهر. صحيح. لما خرج إلى أهل قريته يستودعهم لذهابه إلى الحج، فوجد امرأة تكفل أيتاما، فأخرج ما في جيبه وأعطاها ما في جيبه وما راحش الحج ولم يذهب إلى الحج. فذهب الناس ورجعوا وقالوا والله ما سلكنا مسلكا وما صعدنا وديا إلا ورأينا مالك بن دينار يذكرنا بالله ورسوله وهو قاعد. طبعا هو اختبأ من الناس عشان ما يقولوش ايه مالك ابن، لانه كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما. في العام اللي هو يحج فيه تصدق بمال لهذه المراه سليم، فاختبأ عشان الناس لا تقول لا بان عليه بخل على الله جل وعلا بحج هذا العام. فلما خرج بعد ما جاء الناس من الحج سمعهم يقولون ما صعدنا واديا وما نزلنا منزلا الا ومالك ابن دينار يحدثنا عن الرسول، قال والله ما ذهبت. ده مش انا. فقال والله لا أقومن الليل أصلي لله ركعتين. ودي برضو نصيحة لكل مشاهد، إذا احترت في أمر فقم بين يدي الله سائلا فإن المجيب هو الله. والله العظيم تقول له يا رب أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل يا رب سليم، لأن ربنا بيتنزل إلى السماء الدنيا في السماء. هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ يبقى سائل فأعطيه، داع فاستجيب له، مستغفر فاغفر له. فمالك بن دينار قام طبق هذه هذا الفقه المحمدي وسال ربه ان يبين له الامر، فنام فوجد ملكا نورانيا قال يا مالك ان الله عز وجل كتب لكل حاج او اعطى لكل حاج اجر حجه، واعطاك هذا العام اجر 70 حجه، وإن الله وكل لك ملكا يحج عنك هذا العام. سبحان الملك، إن الله وكل لك ملكا يحج عنك. والرؤية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، قيل ما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. سليم، والرؤية الصالحة من النبوة، جزء من 46 من جزء من النبوة. إذن حينما يرى ملك ابن دينار بعد صلاة استخارة واستشارة واستجارة واستغاثة بالله عز وجل هذا المسلك، ويقول إن الله وكل لك ملكا حج عنك، يبقى هو ده الملك النوراني اللي بنقول ممكن يتشبه في صوت الواحد صالح ياخدك من باب تهلوك إلى باب صلاح وأنت ما تعرفش هو مين. إذا قصة الناس اللي بتشوف بعض دي حقيقة قياسا بأثر بملك ابن دينار إذن يمكن أن تكون ممتدة وموجودة إلى قيام الساعة. فعلا فعلا، وهذا واقع وكثير من الناس تكلموا فيه ويحدث استنادا إلى قصة ملك ابن دينار. طب معلش هاخدك برضو الجزئية دكتور سيد اسمح لي فيها، حتة في ليلة القدر يعني إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره، تنزلوا الملائكة يعني في ليلة القدر يعني، وتنزل هنا من شيء عالي إلى أدنى من إلى الأرض، من السماء إلى الأرض، يعني الملائكة جاية من السماء إلى الأرض تنزلوا في هذه الليلة يعني. ما الفارق بين تنزلوا الملائكة وأن هناك ملائكة أرضيون يعيشون في الأرض؟ لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، اللي هو من فترة صلاة الصبح إلى صلاة العصر، فيكتب عمل الليل إلى عمل النهار، ويكتب عمل النهار إلى عمل الليل. ولذلك الله تبارك وتعالى إذا عمل الإنسان عملا بالليل يمهله حتى ترفع الصحف بإيه في آخر في الفجر تسليم الورديات لعله يتوب إلى الله عز وجل، فيلزم الكتبة ألا يكتبوا عمله. هم دول ملائكة الأرض، منهم الكتبة ومنهم السياحون في الأرض الذين يبتغون أقاما يذكرون الله. أما هناك ملائكة لا ينزلون إلا في أوقات معينة، أوقات يعني مدحها الله جل وعلا، زي ليلة القدر وزي ليلة يوم عرفة. يوم عرفة صحيح. يعني هذا المنسك تضج فيه الملائكة وتقتص فيه الملائكة، هي تتنزل بأمر ربها احتفاءً واحتفالاً بهذا الموكب العظيم. فليلة القدر
بتتواكب فيها ملائكة الأرض مع ملائكة السماء. فربنا يعني كأنما يقول الله جل وعلا هناك احتفال يتصل ما بين الأرض والسماء في هذه الليلة. هنا لقاء الأرضيين، لقاء الأرضيون بالسمائيين، بالسمائيين. طب نعم. ممكن أضيف لحضرتك كمالة الآية تنزل الملائكة والروح فيها. نعم. ما المقصود بالروح فيها هنا؟ هو القول، هناك قولين، الروح اللي هو أمين الوحي جبريل، وقال بعض أهل العلم أن الله جل وعلا يتنزل لله روح، فنفخنا فيه من روح الله، من روح الله جل وعلا. فالنزول معلوم والكيف مجهول، فليس كمثل شيء، هو السميع البصير. طبعاً. زي بالضبط يتنزل في الثلث الأخير من الليل، يتنزل ازاي احنا ما نعرف، لكن النزول معلوم والكيف مجهول. صحيح. فالنزول هنا على شتان، لأن الله عز وجل قال تنزل الملائكة، فإذا كان مقصود بروح الملائكة، ما الملائكة مطلقة من جبريل وميكائيل وإسرائيل، وذكرت الملائكة، وذكرت الملائكة لم يستثني من أحد. والروح قيل جبريل، وقيل هي روح الله جل وعلا، تتنزل الروح بالرحمة وبالعفو وبالصفح وبالبركة، وبأن يشمل عبادة وبالطمأنينة. سليم، وخلي بالك والله حينما تفتح أبواب السماء لابد من نزول الله تبارك وتعالى طبعا. بكيفيته وهيمنته، ويتجلى ربنا جل وعلا إلى أهل الأرض التي لا نبريها. يعني نعلم. دكتور سيد، مع أيهما، أنها روح الأمين أم أنها روح الله عز وجل؟ ما هو طالما ان حتى مطلع الفجر بنزول ربنا جل وعلا في الثلث الاخير من الليل، يعني من بنجيب الايات. والالف واللام لها علاقه طبعا للتعريف والتاكيد. التاكيد على ان الشيء معلوم، ان النزول هنا النزول معلوم، فالالف واللام يبقى نزول معلوم لله جل وعلا، او كانها يعني تاكيد دلاله على دلاله على هذا الامر بفضل الله في الحالتين. يعني هو طبعا امر طيب وامر جميل. نعم. اللهم اجعلنا من اهل ليله القدر يا رب يا رب، يعني واللهم بلغنا رمضان يعني. اللهم امين يا رب العالمين. طيب حضرتك شايف ان العالم الخفي او العالم الاخر، نعم، من جن مثلا، يعني هناك من يقول انا معايا جن، نعم، انا معايا خدمه، انا ربنا وهب لي جن بيساعدني في حياتي يعني، نعم. هو ده بيكون جن مسلم ولا غير مسلم؟ وهل الجن فيه مسلم وغير مسلم؟ وهل في على أديان عدة وفي منه ملحد؟ على غرار الآية الكريمة هم أمم أمثالكم. نعم نعم. ولكن الله تبارك وتعالى يعني أثبت في كتابه عكس هذا الأمر، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. وقال الله تبارك وتعالى في ابتداء في كل صلاة وابتداء في القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة، الاستعانة بالله جل وعلا. وقال لك وإذا مرضت فهو يشفين، يبقى الله تبارك وتعالى أنسب الشفاء له. فأيما امرئ يستوثق بجني فقد كذب على نفسه، والذي يستوثق بالجن قال النبي صدقك هو كذوب. صحيح سليم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل، إن جاءوا أحد الناس وقال يا إمام إن معي جن مسلم، قال ما الذي أعلمك أنه رأيته يصلي؟ لو قال رأيته فقد كفر بما أنزل على محمد. صحيح. يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. طيب إيه اللي عرفك أنه مسلم؟ هو بدأ الشاهد، إيه اللي عرفك أنه مسلم؟ هو قال له أن أنا مسلم. ما هو قال له، ثم قال لي سيدنا مريرة وهو كذوب، وقال له أقرأ آيات الكرسي، فراح النبي قال له صدقك هو كذوب. يبقى إذن مهما يتكلم بكلمة من الصدق إلا ومع، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاء رهط من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن الرجل يتكلم بالكلمة فتقع، قال ليس بشيء. وفي رواية ليسوا، يعني مجموع الدجالين والعرافين، ليسوا بشيء، إنما هي الكلمة من الجني يقرها في أذن ولي قر الدجاجة فتكون الكلمة من الصدق ومعها مئة كذبة. يعني يديله حتة كلمة صدق كده وكله كذب. فإذا كان هذا منطق النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة ليسوا بشيء، يبقى هذا مردود النبي على اللي بيقولك أنا معايا جن. انتشر في الأونة الأخيرة اللي أنا بقوله حضرتك ده، نعم، ناس كتير يقولوا أنا معايا جن، أنا معايا خدمة وما إلى ذلك. تطور الأمر إلى بعض من يدعو العلاج. نعم. يقول لك أنا بعالج بخدمة. نعم. أنا معايا خدمة بتعالج. نعم. طيب لو حد راح لحد وقال له أنا معايا خدمة بتعالج يكمل معاه علاج؟ لا، يراجعه في دينه. دي الأمانة أنا بوصلها لكل حد، حتى بيجي لي بقول له راجعه في دينه. يعني قل أنت مستوثق أن الله الشافي؟ والله، فبنقل المريض من مرتبة المستشفي او المستشفى بالقران، وراح بقى اتخدعه ليه؟ واحد تاني بيقول له مثلا ايه، هعمل لك ورقه وهات كذا وهكتب لك كذا واسمك واسم امك. فانا بقول له انتقل من مرتبه الدواء الى مرتبه علاج الداء عند الايه، المعالج اللي انت رايح له ده. قول له انت متاكد من عقيدتك انها سليمه؟ وهذا مباح شرعا،
لان كلنا عارفين ان من يستخدم يعني هذا الاسلوب من اساليب انا معايا خدمه ان معي يا ربي سيهدين واذا مرضت فهو يشفين، ان معي يا ربي سيهدين يقول انا معايا خدمه، يبقى انكر هذه الايه الوجوديه في كون كل انسان ان معي يا ربي. ان معي يا ربي يقول لك انا معايا خدمه. طيب هل الخدمه اقوى ام الله؟ الله عز وجل بالظبط كده. انا بقى لما يجي حد يقول انت بتعالج بيه بقول له ان معي يا ربي وانا بطبق كتاب وسنه، واذا لم تكن على يقين بان الكتاب نافع شافع وان فاتحه الكتاب كافيه شافيه واقيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجه لك بان تبحث عن الدواء. يعني اللي يقول له انا معايا خدمه يرده يبقى كده الامر في في تشكيك طبعا في العقيده، وهذا فقد الشيء وفقد الشيء لا يعطيه. ازاي اقول ان انا معي خدمه وازاي انا بقول بعالج بالقران، خاصه ان الله تبارك وتعالى يعني افرض في كتابه ايه كريمه يعني ايه وجوبيه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. يبقى انا النهارده عشان احقق المريض اللي جاي عندي الشفاء لازم احقق الايمان عنده. اذا كان المعالج ما عندوش ايمان صحيح فقد الشيء لا يعطيه، يبقى احقق الايمان عند قدامك ازاي؟ فقد الشيء لا يعطيه. يبقى الايمان ايه بقى؟ الايمان بالله فلا تشرك به احدا. انا بقول معايا خدمه، يبقى انا اشركت مع الله ايه؟ صحيح ده شرك. حد بيشفي. طب هو الجن اللي هو انت مريض بيه، هل بتروح لواحد معاه جن اللي هو سبب الداء اللي عندك تستشفي بالجن من مرض الجن؟ استحاله. وهنا سؤال بقى تاني او بصيغه تانيه، هل الساحر الذي يعني يقوم بعمل العمل والطلاسم وما الى ذلك وعمل السحر عن طريق خادم السحر وما الى ذلك، هل يستطيع ان يشفي او يعالج؟ يقول الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى. صحيح الساحر يعني دائما لا يفلح طالما انه اتخذ يعني تراتيل الشيطان واتبع منهاج التعويذ والطلاسم والكلام ده، فانه لا يبطل امرا يعني حرمه الله جل وعلا. هو يعمل لان اللي بيعمله بيكون مسانده من الشيطان اللي هو تدخل. طبعا انت عارف الطقوس اللي بيقوم بها اي ساحر بيسجد للشيطان من دون الله. صحيح. وقال الله تبارك وتعالى كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فهو بيوقعه في شباك الكفر وبعد كده بيستبرئ منه. بعد كده هو عرف انه خلاص بقى يعني هو بيقع في يقينه انه طالما مشي بالطريق ده هو مطرود، هو بيقع في يقينه كده. صحيح. لكن والله العظيم له توبه. لا في الى الله تبارك وتعالى في ساحر تاب وذكر توبته وعرضها وعرضناها وممكن نبقى نعيد عرض هذا بفضل الله تبارك وتعالى. فده برضه دعوه من خلال برنامج انا وانت ان كل واحد بيدعي هذا الامر مخالفه لما جاء به له ورسوله فعليه ان يتوب الى الله عز وجل، فلعل يعني الساعات الباقيه لا تكفي للرجوع الى الله تبارك وتعالى. صحيح. لا والله فبنجدد نداء الى كل واحد ولا تدري يعني نفس باي ارض تموت. نعم صحيح. فاحنا عايزين نجدد الايمان مع الناس ونقول هي ده بقى احياء السنه. النبي بيتسب احيي السنه. عايز تجيد عدوك اللي ساب النبي ما تسبوش وما تلفتش نظره لان دي اهم اتباع النبي اهو، مجرد ما غلطت في النبي طب فين ادب النبي وفين اخلاق النبي؟ فيبدا يستخدم اثارته ليك في اظهار قبحك ومنهجك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله جل وعلا وادعو الى سبيل ربك بالحكمه. موعظه. ايه الحكمه؟ ان انا اقعد مع الرسول اقول ده انسان حكيم ما يطلعش الكلمه الا وهي موزونه بميزان سليم. لكن انا اجد النهارده دعوات على الفيس باقتلوا عدو الله، من الذي يامر بالقتل؟ صحيح. والله جل وعلا يعني في اوصى نبيه في حديث عباده بن الصامت قال كنا في عصابه من الصحابه، مش عصابه مجرمين، لا عصابه يعني مجموعه من الصحابه، عصبه يعني عصبه عصابه من الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني بايعوني زي ما النبي قال لجماعه الجن العالم الاخر بايعوني. فالبيعه كانت للجن والانس كافه. فقالوا على من نبيعك يا رسول الله؟ قال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تزنوا، فمن اصاب من ذلك شيئا سليم فتاب الى الله فأصيب به في الدنيا يعني ابتلاه ربنا في الدنيا بالمرض أو بالسقمة أو بالولد أو ببلاء عظيم كان كفارة له، ومن لم يصب من ذلك شيئا فقد عفي يعني عفي من الله تبارك وتعالى، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله. شفت بقى يعني كفر بس ربنا ستره سبحان الله وتركه أمهله فستره الله، كان أمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. امره لله، امره الى الله عز وجل، محدش بقى تدخل فيه. والله العظيم شوف الكلام المناهجي امره لله سيبه ربنا يا اخي. يبقى انت عايز تدي رساله برضه للناس اللي هي بتبالغ وفي ردودها بالقتل وما الى ذلك ان يعني اتقوا الله يرجعوا الى السنه التطبيق العملي.
هو أساء للنبي بالقول، إحنا أسأنا للنبي بالفعل. النبي جاء يحارب التبرج، التبرج انتشر في أمة الإسلام. النبي جاء يحارب القتل، القتل انتشر بين أمة الإسلام. النبي جاء يحارب الزنا، الزنا انتشر بين. إحنا بنتكلم على إيه؟ إن إحياء سنة النبي تطبيقا وليس قولا. ما هو أنا بلقى إلا رسول الله، طب فين الرسول عندك في منهجك؟ ما بلقاش الكلام ده. الواقع الواقع بالظبط. هو النهارده رسالتنا حبك لرسول الله انك انت تنهض وتطبق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله اسوه حسنه. صحيح. نعم. طيب الشيطان والجن، نعم، هل الشيطان هو الجن ام الشيطان شيء والجن ايضا؟ لا، الشيطان هو بدء الجن، بدء خلق الجن، زي ادم كده بدء خلق ابن ادم سليم. فالشيطان هو راس الجن، ولكن هو أعدى أعداء المخلوقات إلى الله عز وجل. ويعني عداؤه يتمثل في التوعد بأنه يهلك ابن آدم في فكري وفي عقيدتي وفي مبدئي وفي رسالتي. وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإحنا فضل الله تبارك وتعالى بنقول إن الشيطان له درجة في تكفير الإنسان وبعد عن الله عز وجل، زي التطرف الفكري، ده اللي يقوم زي طلاق المرأة. تصور إن طلاق المرأة، يعني بفضل الله تبارك وتعالى، المرأة لا يوكل بها جن للطلاق. يعني مثلا يقول لك ايه، ده معمول سحر سفلي بتفريق المرأة من زوجها. مين قال الكلام ده؟ سحر الطلاق لا يوكل به الا شيطان، مش جن عادي. لان ابليس بيجلس على عرشه كل يوم وينصر اولياء. الحديث موجود، تمام. فأنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، يقول له أنا خليته زنى يقول له علي يتوب، خليته سرق يعلو يتوب، خليته قتل علي يتوب. يجي التاني يقول له فضلت بينه وبين زوجها حتى فرقت، يقول له تعالى أنت بقى ويقربه إليه. بس هنا لازم أعمل معاك مقاطعة فورا. نعم. طب ما هنا لما نيجي نتكلم عن الآية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. لحد ما نيجي إلى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. هنا احنا بنتكلم على سحر. نعم. ثم يتعلمون منهما. نعم. يعني اذا السحر هو الذي يفرق. تفسيرها يا دكتور سعيد؟ طيب احنا ابتداء الايه، احنا عندنا في التفسير دايما بنقول ان الايه لها الديباجه، تمام، ولها موضوع ولا متن ولا نهايه. نهايتها. تمام. فلما تيجي تقرا الايه اقراها الاول وبعد كده خد الاخر ايه عشان تعرف مدلول الايه في الاول ايه. سليم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين باذن الضار ونفع باذن الله عز وجل. الله طبعا. طيب التعليم ده نزل من عند مين؟ الله عز من عند الله عز وجل. ولله ان يبتلي عباده بما شاء وكيف شاء. يبقى هو نزل ابتلاء واختبار، بدليل ان النبي اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الصالحين فالامثل، والنبي ابتلي بالسحر. وقلنا ان النبي ما ابتليش بالسحر عشان تقصير، لا ده عشان علم. طيب مين اللي نزل بعلم السحر مش الشياطين؟ الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقى اللي نزل يعلمه مش الشياطين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك سليمان وما كفر سليمان. يبقى تلاوة الشياطين بعد كده، بعد نزول الملكين بهذه الأسانيد، وقالوا للناس ايه؟ انما نحن فتنة فلا تكفر. بالظبط كده. فهنا بقى ايه العلم بقى هو. هل الملائكة فتنة؟ هل الملائكة ستعلم الناس الكفر؟ ام ان كلمة ملكين كانت عبارة دارجة على رجلين؟ يعني برضو ما هي دي، خلي بالك في روايات كتير وفي تفاسير كتير. نعم. لهاروت وماروت. هناك من يقول انهم ليسوا بملائكه ولكن اطلق عليهم ملائكه. نعم. يعني اللي هو زي ما بيقولوا لغه القوم. فيعني هذا الموضوع يعني خلينا ندعو كده او نحيله الى حلقه متخصصه في هذا الامر ان شاء الله باذن الله جل وعلا. ولكن انا اقول ان النزول هنا وما انزل على الملكين ما نزلش بوحي. يبقى ما انزل على الملكين بامر الله عز وجل، مفيش وحي بينزل على ملك من الملوك. ايوه بالظبط كده. كده اشكرك على هذا التوضيح. ايوه بالظبط كده. بالظبط كده. وما انزل على الملكين ببابل. صحيح. يبقى الملكين دول كانوا من ملائكه الارض السياحين في بابل. صحيح. اللي هي في العراق. خلاص كده. فنزل لهم التكليف ان في حاجه هتنزل فتنه هنختبر بها الانسانيه الى يوم القيامه. اللي هي فتنه السحر. زي الخنزير خلقه الله جل وحرمه، ما هو حيوان ولحم. زي الخمره العنب. إذا خمر العنب صار حراما. سليم. تحول من حلال لحرام. بالضبط كده. فلله أن يختبر عباده. يقول لك الشيء أهوت أنا خلقه. زي البانجو. يقول لك واحد أخ فاضل كنت في مسجد بخطب، فبقول له بتكلم عن حشيش البانجو وحرمت عليكم الخبائث. قال يا شيخنا إن كان حرام حرقناه وإن كان حلال شربناه. أهو ده التبرير. أهو ده التبرير العقلي الذي لا يستند على كتاب ولا سنة. فقلت له لا، ديننا يؤخذ بالعقل.
يقول لي طب ربنا خرج بنفس اللفظ، ربنا خرجه ليه لما هو حرام؟ نقول له لله ان يختبر عباده بما شاء وكيف. طب ربنا خلق الخنزير ليه؟ ما هو لحم. لكن الله يرى في عباده من الفاعل ومن الطارق. لا، وقد يكون ربنا خلقه لامر تاني نحن نجهله. نعم. وغيرنا يعلمه. نعم. يعني قد يكون يستخدم في احدى العقارات الطبيه، وبالفعل بيؤخذ في بعض العقاقير الطبيه عفوا. يعني مش معنى ذلك ان هو حلال او مباح. نعم. يعني حضرتك اشرت لجزئيه مهمه جدا، يعني اجتنبوا الخبائث، ما هو من الخبائث. نعم. هو احنا بنتكلم استنادا الى ايه؟ الى ان الشيء اذا خلقه الله جل وعلا او انزل به علما على ملكين فيوصل بالملكين بالنزول، يبقى ملكين السماء نزلوا بهذا الامر. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. الملكين لو قلنا ملكين الارض مش هيقولوا احنا فتنه. بالظبط كده. الملك ما بيقولش انا فتنه. عمر ملك، عمر ربكم الاعلى، ما قالش انا فتنه. صحيح. فحينما ننسب الى الملوك اقوالهم لا يذكرون انفسهم بفتن. صحيح. لكن يذكرون انفسهم بالامن والامان والكلام ده. طيب الشياطين تتلو زي ما قلت لك كفر. خدت بقى الرساله من الملائكه من الملكين. فمين بقى اللي هينشر الفتنه في الارض؟ مش البشر، الشياطين. لان هو قال له فلا تكفر، اذا من يفعل ذلك فهو كافر. بالظبط. فاتبع سبيل الشيطان خلاص. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هو السحر. يعني واحد يقعد يقول حنجل بنجل زنجل مش عارف ايه ويدخل كلمات كفر، ثم يستطرد من احد التائبين يقول كنت بربط المصحف في رجله بخش بالحمام. سليم ظنا منه ان شيء ده يعني هو جاء هاتف وقال له اعمل كده عشان يستخرج لك الجن. هنا يجي الدور بقى الثالث، يبقى نزلنا من الملائكه تعليم الفتنة السحر في الارض الى الشياطين اللي خدوا العلم ونصروه الى الجن اللي يطبقوه. يبقى الشيطان يعلم والجن يطبق. هنا بحر، نتكلم في بحر، بحر من العلم فعلا. وموضوع يعني غاية في التشويق، غاية في الإثارة. طيب البعض برضو دكتور بيقول لك أنا بشعر بأصوات، قاعد في البيت بشعر بأصوات. نعم. بشوف حركات، ببقى سايب الكوباية دي هنا أرجع لقاها في مكان تاني. نعم. فالبعض ركب كاميرات في البيت. نعم. علشان يشوف إيه اللي بيحصل. وجدوا بعض الأشياء يعني اللي ممكن تثير القلق والخوف، حاجات بتتنقل من مكان لمكان، حاجات بتتناثر من مكان لمكان. هل يعني هناك علاقة بعمار المكان بما يحدث؟ نعم. أنا أؤكد على هذه المعلومة وأصر عليها بدليل أن لكل موطن في البيت له ذكر. إذا نظرت في المرآة، في جن اسمه جن المرآة، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، حسن خلقي. وتلبس بسم الله. تيجي تقلع الملابس، في جن ساعة خلع الملابس بسم الله حفظا من أعين الجن والإنس. تيجي تخش الحمام، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. تيجي طالع ولا داخل، بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. إذن الجن يتبع ابن آدم في مخرجه وفي ملبسه وفي مدخله وفي مأكله وفي مشربه، حتى في خلوته في الحمام حينما يعني لا يستتر بشيء، يرى كل ما فهمه الإنسان ويعرف فكره إيه في هذا الأمر. فهنا أنا بقول أن الإنسان اللي عايز يعمل كاميرات، الجن بياخدها لعبة. ما هو خلاص وصل ان عقلك خلاص بقى، العقل يقول لك ده باين عقله ضرب، اما نلعب معاه شويه، نلعبه بقى. والله. لكن اليقين هنا ان انا عندي يقين ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا مجتمع الجن موجود وموجود وسط ايدينا، ومجتمع الملائكه موجود، يبقى انا عندي جن من النار ماشي في الارض، وعندي ملائكه من النور ماشيين في الارض، وعندي بني ادم من الطين ماشي في الارض. والثلاثه يلتقون دون ان يعني دون ان يشعر احدهم بالاخر. صحيح. امتى يشعر الانسان بالاخر؟ حينما يتدخل في العالم بمنهيه العالم الخفي. يعني دخلت في عالم الجن بمفهوم الجن بالكفر والكلام ده، بتلاصمه. هو لن تراه، ولكن هيدي لك معلومات تصل بها الى نهايه غير طيبه. تمام. طيب دخلت في مدارج الصالحين والملائكه، هتتعامل معاك الملائكه والله زي ما النبي قال كده، وضرب بينهم بعمود من النور. ونعم التعامل. ونعم التعامل. والثاني بقى التعامل. سبحان الملك، من ظل في مجلسه الذي صلى فيه يذكر الله، ظلت الملائكه تصلي عليه حتى يقوم من مقامه الذي صلى فيه. الله. يعني الملك مربوط. لو انت صليت مثلا الفجر او الظهر او العصر او المغرب والعشاء، وقعدت في مكانك كده تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تفضل رابط جنبيك الملك لغايه ما تقوم. الله. لانه هو بيتشبع بيك. سبحان الله. فاذا قمت من مقامك
ما رأك أحد من الناس إلا وقال فيك نورا لا نراه من قبل. الله أكبر. سبحان الملك. الله والله العظيم. أكبر. الله أكبر. خلاص هو شاع فيك بقى يعني هو التبس بك النور. زيك بنقول إيه ده راجل نوراني. صحيح. هو التبس به النور. إن إحنا بنقول إن فعلا الراجل ده له هالة كده. آه والله هالة من النور. آه بالظبط. بيقال على البعض. هالة يعني آه. شدك إليه بنوري. سبحان صحيح. الملك. صحيح. ليه؟ لأنه كثير الذكر فمن كثرة الذكر التحمت به الملائكة فالتصقت بجسده فازداد نورا. الله. اه والله. الحديث معك ماتع. الله يحفظك. ولا ينتهي ولدينا العديد من الأسئلة في هذا العالم الخفي. أكيد إن شاء الله. وأحيل بقى كل مشاهدينا ليوم السبت الساعة 8 مساء إن شاء الله مع الدكتور سيد الباهي. وهيكون برنامج إن شاء الله يعني تنهله من علم هذا الرجل هذا يعني الداعية الإسلامي الكبير. الله يتقبل. وأيضا الدكتور سيد أيضا يعني هو يعني من المتخصصين في الفقه المقارن والفقه المقارن لا تخصص فيه إلا أصحاب الفكر. ونحسب دكتور سيد طبعا على خير. الله يعزك. في نهايه الحلقه بشكر حضرتك وبشكر فضيلتك. بحبك في الله ونسال الله تبارك وتعالى لك التوفيق والسداد ولامه الاسلام ان يعودوا الى دينهم والى نبيهم وان يردهم الله عز وجل الى دينهم مردا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين رب العالمين. في نهايه هذه الحلقه بشكر حضراتكم على حسن المتابعه. كانت سهره محمديه ماتعه بامتياز. بحيل حضراتكم بإذن الله إلى لقاء قادم يتجدد بكم والطريق التالي لمثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي أو تحيات فريق العمل. هذا هاني الدباني يحييكم. إلى اللقاء.